Money and Culture Foundation, الهدف تبعولها أو المشن تبعولها تعمل مؤتمر سنوي. هالمؤتمر السنوي هو ريعه لنساعد فيه عائلة رب العائلة توفى أو صار عنده إعاقة والعائلة ما كان عندها good backup plan and they are struggling financially, so نساعدهم بقد ما فينا. والسنة نقينا SOS Children Village لبنان لأنه هالمؤسسة عريقة وصار لها أكثر من 50 سنة بلبنان بتساعد أطفال وولاد وبتوصلهم لمطارح يكونوا مهمين بالمجتمع وبتساعد أطفال خسروا أهلهم وبحاجة لرعاية. مشان هيك شاركوا بالمؤتمر، دعموا المؤتمر بيروت لايف شؤون الصمت لأنه غير إنه بتكونوا عم تاخذوا كل المعلومات من توب أدفايزرز بالعالم بنفس الوقت بتكونوا يو آر جيفينج باك لهالمؤسسة ولمجتمعنا تنساعد قد ما فينا هالولاد بلبنان ونطورهم للمجتمع.